بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الأولى من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر المحاسبة المتقدمة في المستوى السابع محاسبة. الصوت واضح؟ نعم. فأرحب بكم بداية في هذا المقرر، والذي بمشيئة الله نلتقي فيه على مدار 12 حلقة أو محاضرة، لنراجع ما هو موجود أو ما هو مسجل في المحاضرات المرئية أو المسجلة. طبعا بداية بالنسبة إلى هذا المقرر، كلمحة ووصف لهذا المقرر، هذا المقرر يقع في ثلاثة أجزاء. طبعا قبل البدء بالتوصيف والحديث عن توصيف المقرر وموضوعات المقرر، أود الإشارة إلى أنه تم إنشاء منتدى المناقشة. هذا المنتدى طبعا قمت بإنزال المذكرة اليوم، وقمت بإنزال مواعيد المحاضرات الحية لهذا المقرر. كذلك هذا المنتدى أنشئ لتلقي أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بالمقرر. طبعا أود بداية أن أنوه أيضا إلى ضرورة حضور المحاضرات الحية، لأن هذه المحاضرات هي الأساس الذي يعتمد في وضع أسئلة الاختبار النهائي. فحضور المحاضرات الحية، الطالب الذي يحضر المحاضرات الحية، فالأسئلة والمناقشات التي تطرح في هذه المحاضرات تقريبا تغطي 90% من أسئلة الاختبار النهائي. طبعا بالنسبة للمقرر المحاسبة المتقدمة، كما ذكرت قبل قليل أنه يقع في ثلاثة أجزاء، أو هذا المقرر هو ثلاثة أجزاء. الجزء الأول والذي نتحدث فيه عن شركات الأشخاص، سوف أتناول في هذا الجزء موضوع شركات الأشخاص وما هي المعالجة المحاسبية الخاصة بها منذ أن يتم تأسيسها إلى أن يتم تصفيتها وزوالها. كذلك طبعا على مدار أربع محاضرات أو أربع محاضرات حية سيتم تداول هذا الموضوع. طبعا أيضا الموضوع الثاني، وهو الذي يتعلق بالمحاسبة في المنشآت ذات الفروع، وفي هذا الموضوع سنعالج بمشيئة الله الموضوعات المتبادلة ما بين الفرع الرئيسي، ما بين المركز الرئيسي والفروع التابعة له، طبعا وفقا لأنظمة المحاسبة، سواء كان النظام المركزي أو النظام لا مركزي، وأيضا نتناوله في مدار أربع محاضرات. أيضا الموضوع الأخير، وهو الذي يتحدث عن اندماج الأعمال، وكذلك عن توحيد القوائم المالية، وهذا الموضوع أيضا سنتحدث فيه في أربع محاضرات. وإن أسعفنا الوقت نعطي محاضرة إضافية للمراجعة وللاستفسارات والأسئلة على الموضوع بعد ما نكون أنهينا الموضوع. طبعا الموضوع بداية في كل محاضرة، أنا بالبداية يعني أعطي شرح مختصر للموضوع، لأنه الطالب يستطيع الرجوع له في الحلقات المسجلة، وأنا الذي قمت بتسجيل الحلقات، وكذلك يستطيع أيضا الرجوع إلى المذكرة. وبالتالي سوف يكون يعني في هذه المحاضرات الحية قد لا نستطيع في الوقت المخصص لهذه المحاضرة أن نقوم بمراجعة كل شيء موجود في الحلقات المسجلة أو في المذكرة، وإنما نركز على الأشياء الهامة وملخص الموضوع، ثم نقوم بطرح أسئلة على الموضوع، وهذه الأسئلة تعتبر طبعا بيئة لمشابهة لبيئة الاختبار النهائي. في سؤال أي استفسار قبل ما أبدأ
بالموضوع الأول أو الجزء الأول الذي يتحدث عن الشركة. هل هناك استفسار؟ نعم، يبدو أنه لا يوجد هناك أي أسئلة. نعم، زين. إذن بالنسبة للجزء الأول والذي يتعلق بشركات الأشخاص، كما تعلمون أن مفهوم الشركة بشكل عام كما جاء في نظام الشركات السعودي بأنه عبارة عن عقد بين طرفين، هذول الطرفين كل واحد يقدم يساهم حصة في رأس المال، سواء كانت هذه الحصة مال أو عمل، طبعا ويقتسمان الأرباح والخسائر بينهم. هذا بالنسبة إلى مفهوم الشركة. طبعا كما تعرفون أن هناك أنواع وتقسيمات للشركات، فهناك معيار عام، أو أن تجدون أن أنواع الشركات أو تصنيفاتها الشكلية هي مشروع فردي وشركات أشخاص وشركات أموال. أما هناك معايير أخرى لعملية التقسيم لهذه الشركات، فالتقسيم العام للشركات تقسم الشركات بشكل عام إلى نوعين، شركات مدنية وشركات تجارية. طبعا كيف يتم التفريق ما بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟ هناك معياران للتفريق ما بين الشركات المدنية والشركات التجارية. فالمعيار الأول هو المعيار الشكلي، أي أننا نستطيع من خلال شكل المنشأة أن نعرف أنها هي منشأة مدنية أم منشأة تجارية. أما المعيار الموضوعي لا، بالنظر إلى طبيعة نشاط وطبيعة عمل المنشأة. فبالنظر إلى طبيعة، فالمنشأة تكون مدنية إذا مارست عملا مدنيا، وكذلك المنشأة التجارية تكون تجارية إذا مارست أعمال تجارية. طبعا ما يهمنا احنا في كمحاسبة، نحن معالجة محاسبية، نحن كمحاسبين الذين يهمنا هي المعالجة المحاسبية في هذا النوع من الشركات، وهي شركات الأشخاص. طبعا عند تأسيس شركات الأشخاص أو تكوين شركات الأشخاص، كما تعرفون أنه تبدأ عملية العقد بين الشركاء وتسجيل هذه الشركة. الآن كما تم تعريف الشركة بأنها مساهمة، من كل شريك يساهم بحصة في رأس المال، وكما ذكر في القانون أن هذه الحصة قد تكون مالية أو قد تكون عمل. الآن بالنسبة للحصة المالية، كيف يتم معالجة عندما يقوم الشريك بتقديم حصة مالية في رأس المال؟ والحصة المالية صراحة كما هو معروف أنها تتكون من ثلاثة أشكال، إما أن تكون الحصة مادية نقدية كاش، يعني أن يساهم الشريك في حصته في رأس مال الشركة كاش نقدا، أو أن يساهم بأصول عينية. أصول عينية، فإذا ساهم الشريك أو قدم أصول، فطبعا القيمة السوقية هي التي تؤخذ لتسجيل قيم هذه الأصول في الشركة الجديدة. وكذلك قد تكون أو قد يقدم الشريك مشروع فردي، مشروعه الفردي. طبعا عندما يقوم المشروع الشريك بتقديم مشروعه الفردي، هذا يعني أنه يقدم أصول وخصوم مشروع الفردي. قبل ما أبدأ بالمشروع الفردي، نبدأ بتقديم حصة الشريك كنقد في شركة الأشخاص. فعلى سبيل المثال عندي شريكين اتفقا على تأسيس شركة تضامن، وكل شريك من هؤلاء الشريكين يقدم حصته نقدا، سواء كانت بالبنك، تودع في البنك أو في صندوق الشركة. إذن القيد الذي يتم تسجيله عند تقديم أحد الشركاء حصته في رأس مال الشركة نقدا، نسجل قيد بجعل حساب النقدية مدين وحساب رأس المال دائم، أي أننا نكتب قيد من حساب رأس أو من حساب النقدية إلى حساب رأس مال الشريك. من حساب
النقدية. ما أدري واضح البورد أمامكم؟ إلى حساب رأس مال الشركة. رأس مال الشركة. أغير اللون. طبعا لان هذا اللي طلع معي ما ادري شنو مغير هذا اللون. نخله اسود. نعم تمام. حساب راس مال الشركه. إذا كما تلاحظون أنه هذا عند تقديم رأس المال نقدا من حساب النقدية، جعلنا حساب النقدية مدين وحساب رأس مال الشريك دعم. فهناك مثال طبعا في المذكرة يعالج هذا الموضوع. الآن أيضا إذا تم مساهمة رأس المال بأصول عينية، إذا قدم أحد الشركاء أصول. الآن كما ذكرت لكم إذا قام أحد الشركاء بتقديم حصته برأس المال كأصول، الآن يتم معالجة هذه الحصة بأن يتم إذا تم الاتفاق ما بين الشركاء على إعادة تقييم هذه الأصول بقيمة غير قيمتها الحقيقية. والله أنا ما ريم تسأل أي صفحة، أنا ما يعني لست فاتح المذكرة أو أي شيء، أنا من اعتمادي على ذكرتي في المقرر، فما أدري يمكن يفيدون الأخوان بأي صفحة نحن الآن، بأي صفحة. في أحد مع المذكرة يفيدنا بأي صفحة الآن حتى نعم تابع معنا ريم. احنا بالجزء الأول أعتقد في يعني في المحاضرة الأولى يمكن الحلقة الأولى أو الثانية ما أدري بهذا الزي. نعم الآن بالنسبة إلى كما ذكرت إذا تم الاتفاق على أن يقدم أحد الشركاء مشروعه الفردي، مشروعه الفردي طبعا إذا قدم أحد الشركاء أصول وتم تقدير هذه الأصول بقيم مختلفة عن القيمة الدفترية، فإنه يتم تسجيل هذه القيود بقيم إعادة التقدير. فبالقيم إعادة التقدير بالنسبة للأصول المقدمة. فإذا إذا قدم على سبيل المثال، نعم أحسنت يا عائشة، إذا حيكون عندي أنا القيد، حيكون عندي الأصل مدين فيتم تسجيل قيد من حساب الأصل. طبعا الأصل حسب طبيعته، سيارات آلات مباني أراضي حسب طبيعته طبعا بقيم إعادة التقدير، والطرف الدائن حيكون إلى حساب رأس مال الشريك. نعم رأس مال الشريك. طبعا قد تكون حصة الشريك يعني ليست فقط مثلا نقدية، أو قد تكون مثلا نقدا جزء منها نقدا وجزء منها أصول رأس مال الشريك. هذا الطرف الدائن للقيد.
إذا هذا الطرف الدائن من حساب الأصل طبعا حسب طبيعة الأصل وبقيمته السوقية المتفق عليها ما بين الشركاء إلى حساب رأس مال الشركة. طبعا هذا بالنسبة إلى تقديم الأصول. طبعا الطريقة الثالثة وهي أن يقدم الشريك خاصة في رأس مال الشركة مشروعه الفردي، طبعا أنتم عندما يقدم المشروع الفردي يعني ماذا يقدم المشروع الفردي؟ يعني ما الشريك ما راح يحمل المشروع الفردي ويقدمه للشركة، لا حيكون عبارة عن قدم لنا ميزانية المشروع الفردي، يعني باعتبار قدم لنا أصول وخصوم، لأنه كما تعلمون وكما درستم في مبادئ المحاسبة واحد أن من معادلة المحاسبة أن الأصول تساوي الالتزامات زائد الحقوق الملكية. التزامات زائدا حقوق الملكية، اختصار حقوق ملكية. إذن هذه المعادلة الميزانية اللي درستموها في مادة واحد، وبالتالي لو قلنا حقوق الملكية، حقوق الملكية ماذا تساوي؟ تساوي عبارة عن، لو جبنا الطرف الثاني، عبارة عن الأصول ناقص الالتزامات. نعم أحسنتي يا عائشة، الأصول ناقصا الالتزامات. طبعا الأصول ناقصا الالتزامات ماذا نسميها محاسبيا؟ الأصول ناقص الالتزامات تسمى صافي الأصول، الالتزامات نعم. إذن حقوق الملكية تساوي الأصول ناقص الالتزامات. إذن كما تعلمون أن محاسبيا كما ذكرت أن الأصول ناقص الالتزامات عبارة عن صافي الأصول. إذن حقوق الملكية وهي عبارة عن رأس المال، رأس المال هو الذي يمثل حقوق الملكية. إذن باختصار رأس المال، رأس المال يساوي صافي صافي الأصول. نعم رأس المال يساوي صافي الأصول. إذن كيف نحسب حصة الشريك عندما يقدم مشروعه الفردي؟ إذا قدم أحد الشركاء مشروعه الفردي فنحسب ذلك من خلال صافي الأصول المقدمة. ما هي صافي الأصول المقدمة؟ هي عبارة عن أصول ناقص الالتزامات وهي تساوي حصة في رأس المال. طبعا بالنسبة إلى عند تقديمه، عند تقديم أحد الشركاء المشروع الفردي، هنا نحن أمام حالتين: إما أن يتفق الشركاء على إعادة تقدير أصول والتزامات الشركة، أو أن الشركاء لا يتفقون على إعادة التقدير، لا يتفقون على إعادة التقدير، يعني يقبلون ميزانية المشروع الفردي كما هي دون إعادة تقدير. طبعا بالنسبة لي قبول ميزانية المشروع الفردي دون إعادة تقدير، نأخذ هذه الحالة الأولى. الآن عندما يقدم الشريك حصته في رأس المال مشروعه الفردي ودون إعادة تقدير، أي قبول الميزانية بالقيمة الدفترية كما هي مسجلة بالدفتر في الميزانية، هنا في هذه الحالة نحن نواجه ثلاث حالات: إما أن تتساوى صافي الأصول المقدمة من الشريك مع حصته في رأس المال، تتساوى صافي الأصول المقدمة مع الحصة في رأس المال. يعني على سبيل المثال عندي شريكين اتفقوا على إنشاء شركة تضامن
برأس مال مثلا قدره 1,000,000 ريال مقسم بينهما بالتساوي، يعني حصة كل شريك حتكون عندي 500,000. الآن أحد الشركاء قدم مشروع الفردي، فلما جينا حسبنا صافي الأصول المقدمة من المشروع الفردي وجدناها تساوي 500,000. إذن هنا تساوت صافي الأصول المقدمة مع حصة الشريك في رأس المال، وبالتالي يتم إثبات ذلك من حساب الأصول إلى حساب الالتزامات، والفارق بينهم حيكون عندي حصة الشريك. الحالة الثانية هي أن تكون صافي الأصول المقدمة أقل من حصة الشريك، أو الحالة الثالثة أن تكون صافي الأصول المقدمة أكبر من حصة الشريك. طبعا إذا كانت صافي الحصة المقدمة أقل أو أكبر، نعود هنا إلى اتفاق الشركات ما بينهم، نرجع إلى عقد الشركة. إذا وجدنا في عقد الشركة نص صريح يعالج الفروقات ما بين صافي الأصول المقدمة من الشريك وما بين حصته في رأس المال، إذا كان هذا النص موجود، فهذا النص يشير إما أن يقوم الشريك بسحب الفارق إذا كان هناك زيادة، أو بدفع الفارق إذا كان هناك نقص. وبالتالي في هذه الحالة سوف نحتاج إلى قيد إضافي غير قيد تأسيس الشركة، وهذا القيد هو سوف يكون من حساب النقدية إذا كان هناك نقص إلى حساب رأس مال الشريك، وإذا كان هناك زيادة حيكون هذا القيد من حساب رأس المال، أي تخفيض رأس المال، وإلى حساب النقدية أي ندفع الفارق. أما إذا لم نجد في عقد الشركة ما ينص على كيفية معالجة الفارق ما بين الحصة المقدمة أو صافي الأصول وما بين حصة الشريك في رأس المال، في هذه الحالة إذا كانت صافي الأصول المقدمة أقل من حصة الشريك في رأس المال، فهنا الفارق يعتبر شهرة، والشهرة راح أتحدث عنها في الجزء الثالث وعن كيفية معالجتها. فكما تعلمون أن الشهرة تعتبر من الأصول غير الملموسة، أو ما يعرف بـ intangible assets، أصول غير ملموسة، وهي تظهر في قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير الملموسة. هذا في حالة أن الشريك صافي الأصول المقدمة أقل من حصته في رأس المال، ولم ينص العقد على معالجة الفارق، لأن إذا نص العقد على معالجة الفارق هذا يعني أن يتم الدفع أو السحب. الآن الحالة الثالثة وهي أن تكون صافي الأصول المقدمة أكبر من الحصة في رأس المال، ولم يشير العقد إلى معالجة أو سحب هذه الزيادة، فهنا في هذه الحالة تعتبر الزيادة احتياطي تقويم أصول. وفي هناك أمثلة على هذه العمليات اللي ذكرتها. إذن في حالة تقديم مشروع فردي ننظر إلى أن هناك تم اتفاق على إعادة تقدير الأصول أو لم يتم الاتفاق على إعادة تقدير الأصول. إذا لم يتم إعادة تقدير الأصول أو اتفاق على إعادة تقدير الأصول، فنقبل الأصول والالتزامات كما هي بقيمتها الدفترية. أما إذا تم الاتفاق على إعادة تقدير، فيتم انتقال أصول والتزامات المشروع الفردي المتفق عليه بالقيم إعادة التقدير، بقيم إعادة التقدير. ثم ننظر ونقارن ما بين صافي الأصول المقدمة من الشريك وما بين حصة الشريك في رأس المال. فإذا وجدنا أن هناك فارق
نعود إلى عقد الشركة. إذا نصت عقد الشركة على دفع الزيادة أو على دفع الفارق وسحب الزيادة، فهنا يتم إجراء قيد إضافي. أما إذا لم ينص عقد الشركة على المعالجة، فإذا كانت صافي الأصول المقدمة أقل من حصة الشريك في رأس المال، فهنا يعتبر الفارق شهرة محل. وإذا لم يكن أو كانت صافي الأصول المقدمة أكبر من حصة الشريك في رأس المال، فالفارق هنا يعتبر احتياطي تقويم أصول. طبعا هذا كما هو بالنسبة لي إذا كان تم الاتفاق على هذا التقدير أو لم يتم الاتفاق على هذا التقدير ما بين الشركة. واضح في أي سؤال؟ هذا تقريبا الموضوع اللي الجزء الأول. الآن نبدأ بطرح أسئلة على هذا الجزء. نأخذ مجموعة من الأسئلة على هذا الجزء. من الأشكال المختلفة للتنظيمات الاقتصادية: ألف المشروع الفردي، باء شركات الأشخاص، جيم شركات الأموال، دال جميع ما ذكر. نعم، أعيد السؤال ثامر. أعيد السؤال ثامر. من الأشكال المختلفة للتنظيمات الاقتصادية: المشروع الفردي، باء شركات الأشخاص، جيم شركات الأموال، دال جميع ما ذكر. نعم، من الأشكال المختلفة تنظيمات الاقتصادية. نعم، دال، حسنت. تستمر الشخصية المعنوية الاعتبارية للشركة منذ تكوينها إلى أن يتم: ألف تصفيتها، باء تحقيق الأرباح، جيم إعداد القوائم المالية، دال تحقيق الخسائر. نعم، نعم، إلى أن يتم تصفيتها. حسنتم. تختلف الشركات المدنية عن الشركات التجارية في أن الشركات المدنية: ألف تستهدف الربح، باء لا تستهدف الربح، جيم تمارس أعمال مدنية، دال تمارس أعمال تجارية. أحسنتم. المعيار الذي يميز الشركات المدنية عن الشركات التجارية بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة: ألف الشكلي، باء الموضوعي، جيم المهني، دال التجاري. أحسنتم. تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار: ألف المالي، باء الشخصي، جيم الشكلي، دال الموضوعي. نعم، على الشكل الشخصي. الأموال تقوم طبعا على الاعتبار، شركات الأموال على الاعتبار المالي. نعم، يعني ماذا نقصد بالاعتبار الشخصي؟ يعني أن شركات الأشخاص أن الشركاء يعرفون بعضهم البعض، فتوجد علاقات شخصية ما بين هؤلاء الشركاء. أما شركات الأموال المساهمين، المساهمين ما أحد يعرف الثاني، وبالتالي لا توجد أي علاقات أو ارتباطات شخصية ما بين الشركاء في الشركات المساهمة، وبالتالي تقوم هذه الشركات على الاعتبار المالي. تعتبر من شركات أو تعتبر شركات التضامن من شركات الأموال المساهمة الأشخاص المشروع الفردي. طبعا من شركات الأشخاص التي لا تتميز بالشخصية الاعتبارية: ألف المحاصة، التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة العامة. المحاصة، نعم، يعني هذه الشركة أو هذا النوع من الشركات كما تعلمون أنه غير ظاهر للعيان، ولا يتم تسجيله في سجل الشركات ولا يتم إظهاره، وبالتالي هي شركة مستترة. نعم، هي شركة مستترة، وهي عبارة عن اتفاق شفهي ما بين طرفين، وبالتالي لا تخضع لإجراءات التسجيل ولا تخضع لإجراءات
الشهرة ولا تتميز بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي لا توجد فيها معالجات محاسبية لأنه لا ليست فيها سجلات ودفاتر محاسبية. أيضا من خصائص أو الشركة عفوا التي تتكون من فريقين من الشركاء هي شركة المحاصة، باء التضامن، جيم التوصية البسيطة، دال المساهمة العامة. نعم توصية تتكون من فريقين من الشركاء. أحسنت. من خصائص شركات الأشخاص: ألف حصص الشركاء غير قابلة للتداول، باء حصص الشركاء قابلة للتداول، جيم الشريك مسؤول بمقدار حصته، دال الشريك غير مسؤول عن ديون الشركة. نعم أن حصص الشركاء غير قابلة للتداول، حصص الشركاء لا تطرح في السوق المالي. يجب أن يشمل عقد الشركة اسم الشركة، أسماء الشركاء، رأس مال الشركة، دال جميع ما ذكر. نعم إذا كانت مسؤولية الشريك مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة فهذه الشركة تسمى مساهمة، مساهمة محدودة، تضامن ليس مما ذكر. تضامن أهم ما يميز الشخصية الاعتبارية للشركة: فصل الشركة عن أصحابها، اعتبار الشركة وأصحابها كيان واحد، جيم ذمتها المالية غير منفصلة عن أصحابها، دال جميع ما ذكر. نعم أحسنت يعني أحسنت جواب صحيح، جواب صحيح. نعم صافي الأصول هي ألف الأصول زائد الالتزامات، باء الأصول زائد حقوق الملكية، جيم الأصول ناقص الالتزامات، دال الالتزامات زائد حقوق الملكية. نعم أصول ناقص الالتزامات. أحسنتم جواب صحيح. عندما يكون الطرف المدين من القيد البنك والطرف الدائم رأس المال فهذا القيد يمثل ألف إيداع رأس المال نقدا، باء إيداع رأس المال عينا، جيم إيداع رأس المال نقدا وعينا، دال تقديم أصول وخصوم منشأة فردية. نعم أحسنت جواب صحيح. قرر ألف وباء إنشاء شركة تضامن برأس مال قدره 300,000 ريال موزع بينهما بنسبة 2:1. حصة الشريك ألف في رأس مال الشركة تساوي ألف 300,000، باء 100,000، جيم 150,000، دال 200,000. مئتين ألف. نعم عارفين كيف حسبناها 200,000؟ مين يحسب لنا إياها شلون طلعت 200,000؟ نعم 300,000 في 2:3 لأنه حصص الشركاء 2:1 مجموع حصص 3 يعني ألف حصته 2:3 وباء 1:3. نعم أحسنت يا ريم وأحسنت يا دار يعني. فبالتالي نضرب 300,000 في 2:3 يطلع 200. طيب أيضا الشريك ألف هتكون حسبه 300 ضرب 1/3 وسوف تكون حصته أيضا 100,000 ريال. عند دفع رأس المال أو جزء منه بتقديم أصول الطرف المدين من القيد الذي يتم تسجيله هو ألف الدفترية أو تقديم أصول، ألف رأس المال، باء النقدية، جيم الأصول، دال لا شيء مما سبق.
الصورة المقدمة، دائما الصورة المقدمة كتبناها في البورد. زين، إذا اتفق الشركاء عند تكوين شركة التضامن بأن يقوم أحدهم بسداد حصته في رأس المال بتقديم أصول وخصوم منشآته الفردية دون إعادة تقدير، فهنا يتم تسجيل الأصول والخصوم بقيمتها ألف الدفترية، باء العادلة، جيم السوقية، دال الاستدالية. نعم أحسنتم، القيمة الدفترية. من الحسابات التي لا تنتقل من ميزانية المشروع الفردي بطبيعتها عند إثبات تكوين الشركة الجديدة: ألف الأصول، باء الالتزامات، جيم حقوق الملكية، دال لا شيء مما ذكر. جيم حقوق الملكية. أحسنتم. اتفق كل من ألف وباء على تكوين شركة تضامن برأس مال قدره 300,000 ريال موزع بينهما بالتساوي. فإذا علمت أن الشريك ألف سدد حصته بشيك أودع في حساب شركة التضامن، بينما قدم الشريك باء ميزانية مشروعه الفردي والتي أظهرت رصيدا للبنك مقداره 40,000 ريال، رصيد البنك الذي يظهر في ميزانية الشركة الجديدة هو ألف 40,000، باء 150,000، جيم 110,000، دال 190,000. 190,000، عارفين شلون جت 190,000؟ أحلها أبشر. زين، عندنا رأس المال مقسم بينهما بالتساوي 300,000 رأس المال، إذا حصلت كل شريك 150,000، حصلت كل شريك. الشريك ألف دفع حصة نقدا 150,000، الآن البنك حيكون فيه 150,000. زين، الآن الشريك باع قدم لنا مشروع فردي، ومشروع الفردي كان في رصيد البنك في هذا المشروع 40,000. إذا كم أصبح رصيد المشروع؟ هذه حلتها ريم وكتبت لنا حصة الشريك ألف زائد رصيد البنك للشريك باء بميزانية مشروعه الفردي. إذا 150,000 زائد 40,000 190,000. وضحت؟ واضحة؟ أيضا السؤال الآخر: اتفق كل من ألف وباء على تكوين شركة تضامن برأس مال قدره 300,000 ريال موزع بينهما بالتساوي، فإذا علمت أن الشريك ألف سدد حصته بشيك أودع في حساب شركة التضامن، بينما قدم الشريك باء ميزانية مشروعه الفردي والتي أظهرت رصيد المباني 135,000 ريال ومخصص استهلاك المباني 35,000 ريال، فإن رصيد المباني الذي يظهر في ميزانية الشركة الجديدة هو ألف 100,000، باء 135,000، جيم 35,000، دال 170,000. نعم. نعم 100,000، لأن ما ينتقل هو صافي الأصول، صافي الأصول، وبالتالي القيمة الدفترية دائما القيمة الدفترية للأصل، لأنه هنا لم يتم إعادة تقدير أو الاتفاق على إعادة تقدير، هنا يتم قبول الأصول بقيمتها الدفترية، فالقيمة الدفترية هي عبارة عن التكلفة ناقص مجمع أو مخصص الاستهلاك. القيمة الدفترية تساوي التكلفة ناقص المخصص الاستهلاك. التكلفة عندنا 135,000، فالتكلفة ومخصص الاستهلاك عندنا 35,000، إذن صافي القيمة الدفترية أو القيمة الدفترية للأصول للأراضي للمباني تساوي 100,000 ريال. نعم أحسنتم. اتفق كل من ألف وباع على تكوين شركة تضامن، فإذا علمت أن الشريك ألف قدم ميزانية مشروعه الفردي والتي أظهرت رصيد البضاعة 135,000 ريال، أن رصيد البضاعة الذي يظهر في ميزانية الشركة الجديدة هو ألف 100,000، باء صفر،
جيم 135 ألف دال لا شيء مما سبق. نعم أيضا اتفق الشركاء كل من ألف وباء على تكوين شركة تضامن. فإذا علمت أن الشريك ألف قدم ميزانية مشروعه الفردي والتي أظهرت رصيد الأساس 75 ألف واستهلاك الأساس 2000 ريال، فما هو رصيد الأساس الذي يظهر في ميزانية الشركة؟ ما هو مقدار رصيد الأثاث الذي يظهر؟ نعم 73 اللي هو كما حليناها في المباني بنفس الطريقة. نعم عندنا أيضا إذا كانت صافي الأصول منتقلة إلى الشركة أقل من الحصة المتفق عليها وينص العقد على قيام الشريك بدفع الفارق، يكون القيد الإضافي هنا بجعل ألف حساب النقدية مدينة حساب رأس المال دائن، جيم عفواً باء حساب رأس المال مدين وحساب النقدية دائن، دال حساب النقدية مدين وحساب الأصول دائن، دال حساب الأصول مدين وحساب النقدية دائن. نعم النقدية مدينة ورأس المال دائن. اليوم نكتفي بهذا القدر من الأسئلة المتعلقة على أن نكمل يعني إن شاء الله في المحاضرة. المواعيد كما ذكرت لكم يوم السبت والثلاثاء، يوم السبت والثلاثاء، وتم طرح المواعيد في المنتدى. وكذلك أيضا للطلبة اللي دخلوا جديد هناك قمت بإنزال المذكرة، بإنزال المذكرة أيضا في المنتدى المناقشة. أعيد وأكرر على أهمية الحضور إلى اللقاءات الحية والمحاضرات الحية، لأنه كما ذكرت لكم الأسئلة التي يتم طرحها والنقاش الذي يتم هو سوف يكون القاعدة للاختبارات النهائية. الاختبارات النهائية في سؤال على محاضرتنا لهذا اليوم، على موضوعنا لهذا اليوم؟ هل هناك أسئلة استفسارات؟ نعم. والثلاثاء الساعة 8:45 حسنت يا ريم، عافاكم الله. أعزائي الطلبة إلى هنا ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله يوم الثلاثاء القادم، لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.